يحكي عن شيت 36 يلي راح يحكي عن النيوكليوتايد ميتابوليزم. تمام، هلا بحكي لي عشان نحكي عن موضوعنا تاع اليوم يلي بيتضمن اللي هو الميتابوليزم للنيوكليوتايدز. بحكي لي انه النيوكليوتايدز هم عباره عن الاسينشال لا اور سيلز اند تو بودي از ا هول. كيف يعني؟ يعني النيوكليوتايدز كتير ضروريين لخلايانا ولجسمنا. بحكي لي لانه النيوكليوتايد هم عباره عن مكونات للدي ان اي وللار ان اي اللي هم الاحماض النوويه. تمام، هلا بحكي لي from previous knowledge يعني من المعرفه السابقه احنا بنعرف انه اللي هن الانرجي كورنسيز للسل هم عباره عن نيوكليوتايد ديريفاتيفز. يعني احنا حاجتنا من الطاقه بناخذها على شكل اي تي بي او جي تي بي او سي تي بي او تي تي بي او يو تي بي يلي هم عباره عن مشتقات للنيوكليوتايد. تمام، هلا بحكي لي خلال عمليه الميتابوليزم لكل المولكيولز، بحكي لي احنا لاحظنا انه المولكيولز شو اسمه بدهم يصير لهم اكتيفيشن مثل فاتي اسيد، عملنا له مثلا اللي هو اكتيفيشن فصار فاتي اسيد كو اي هيك يعني. تمام، ومثلا الجلوكوز خليناه يو دي بي جلوكوز مثلا ودخلناه على عمليه الجلوكونوجينيسيس. تمام، عفوا عمليه الجلايكوجينو جينيسيس. تمام، اللي هي عمليه تكوين الجلايكوجين. تمام، هلا عم بحكي لي انه لازم انها تصير الكل المولكيولز لازم انها تصير لها اكتيفيشن بالاول بعدين انها تفوت على اي رياكشن باث واي او على سايكل. فبحكي لي هذا اللي هو بيصير عن طريق انه نربط كل المولكيولز بالنيوكليوتايدز. بحكي لي مثلا شو اسمه اليو دي بي ارتبط مع الشوجر عشان يصير له شوجر اورانجيشن ميكانيزم اللي هي صارت على شكل يو دي بي جلوكوز مثل ما حكينا اللي هي عمليه تكوين الجلايكوجين. بكون عن طريق اللي هي ادخال الجلوكوز شوي شوي على اللي هي سلسله الجلوكوز فعشان يكون لي اللي هو الجلايكوجين ككل، وبكون على شكل يو دي بي جلوكوز هي الاكتيفيشن فورم للجلوكوز. تمام، واليو دي بي نفس ما بنعرف ان هي الديريفاتيفز للنيوكليوتايد. تمام، هلا بحكي لي كمان الدي ان اي والار ان اي اللي هن بستخدمهم عشان اصنع البروتينز في جسمنا. بحكي لي ليش؟ لانهم هم بيزودوا لي المعلومات الاساسيه عشان يصير عمليه النسخ ويصير بعدين اللي هي عمليه الترجمه لهاي هاي الدي ان اي والار ان اي لا اللي هن بيبتايد او بروتين. تمام، يعني بيكون لي اللي هن البروتينات. تمام، فهلا بحكي لي كمان النيوكليوتايد هم مهمين ككو فاكتورز، يعني بيشتغلوا كشو ك اللي هم عوامل مساعده للانزيمز يلي بتتضمن في الميتابوليزم رياكشنز. تمام، بحكي لي مثل مين؟ مثل الكو انزيم اي، ونفس ما بنعرف انه كو انزيم اي برضه هو من النيوكليوتايد ديريفاتيفز. فبحكي لي هذا الكو انزيم اي بيستخدم كاكتيفيشن للفاتي اسيد زي ما حكينا احنا عشان ندخل الفاتي أسد نهي بنعملها اكتيفيشن لفاتي أسيل كو اي. تمام، وعشان يصير لها اوكسيديشن. تمام، وبحكي لي كمان في عندي كمان اشياء بيشتغلوا ك اللي هم كو انزيمز عفوا بيشتغلوا ككو فاكتور يلي هم الاف اي دي والان اي دي بلس والان اي دي بي بلس يلي هم اصلا كمان عباره عن اللي هم الديريفاتيفز للنيوكليوتايد. تمام، هلا بحكي لي كمان ممكن انهم يكونوا سيجنالز، يعني هم يكونوا اشارات، هدول اللي هم النيوكليوتايد ديريفاتيفز يكونوا كاشارات عشان عمليه الريجوليشن. مثلا الاي تي بي كثير مهم كريجوليتور لكثير رياكشنز لكثير من التفاعلات احنا راح ناخذها او احنا اخذناها خلال هذا الفصل. وبحكي لي نفس الشيء اللي هو السايكليك اي ام بي والسايكليك جي ام بي برضه هم بيشتغلوا كسيجنالز عشان الريجوليشن. هلا بحكي لي في لاحقا في هذا الليكتشر في هاي المحاضره راح يحكي الدكتور عن تو مين سينثيسيس باث ويز يلي هم الدي نوفو سينثيسيس. انتوا بتعرفوا انه الدي نوفو يعني من جديد، تمام، اللي هو التصنيع من جديد، وراح يحكي عن السلافاج باث واي يلي هو اصلا عبارة هدول التنين عن two important pathways يلي بيتضمنوا اللي هم nucleotide formation رح نحكي عنهم في هاد المحاضرة. تمام، وبحكي لي شو يعني سلافاج. سلافاج يعني إعادة استخدام، يعني reusage. تمام، reusage of something. هلا بحكي لي هاي nucleotide metabolism، هلا بحكي لي مثلا nucleotide are essential. ليش؟ لأنه نفس ما حكينا إنه هذا كل اللي أنا حكيته إنه DNA وال RNA بيستخدموا في البروتين synthesis، ولأنه كمان nucleotide بيفوتوا كenergy currencies
نفس ما حكينا اللي هم على شكل ATP وGTP وCTP وTTP والUTP، وحكينا كمان إنها هي أصلاً كاريز مونيكول للأكتيفيشن إنترميديات، كل ما حكينا عنه إنه اليوتيب UDP جلوكوز بصير له أكتيفيشن، وحكينا هو أصلاً كمان الكومبوننت اللي هي إسنشال ككوف هاكتورز، ككوف هاكتورز نوع عامل مساعدة مثل الكو A ومثل اللي هي الكوإنزيم A والFAD والNAD بلس والNAD B بلس، تمام بيشتغلوا ككوفاكتور، تمام. هلا وبحكي له بيشتغلوا كمان كريجوليتوري كومبوننتس مثل اللي هم السايكليك ام بي والاي تي بي والسايكليك جي ام بي، وبحكي له بيشتغلوا في عمليه اللي هي سينثيسز مثل الدينوفو وسلافاج باثوي اللي احنا حكينا عنهم، رح نحكي عنهم في هاي المحاضره. تمام هلا رح نحكي عن التايبس للنيوكليوتايدز. هلا بحكي لي انه هدول قواعد اساسيه اللي انتم اصلا اخذتوها بالبيولوجي 101. هلا بحكي لي مثلا انه الدي ان اي مكونه من بيراميدينز اللي هم الثايمين والسيتوسين، هياتهم الثايمين والسيتوسين اللي هم البيراميدينز، تمام. ودي ان اي بيورينز اللي هم عباره عن الادينين والجوانين نفس ما هو ملاحظ هون. هلا بحكي لي بالنسبه للار ان اي هو نفس الدي ان اي، بس اللهم انه بالبيراميدين الثايمين ما بكون موجود وبكون بداله اليوراسيل، تمام. هذا الرسم بتوضح لي مين اللي بكون موجود في الار ان اي ومين موجود في الدي ان اي. هلا البيورينز احنا بنعرف انهم هم ادينين وجوانين، والبيراميدينز احنا بنعرف انه السيتوسين واليوراسيل والثيامين هم البيراميدينز، تمام. هلا بحكي لي اللي موجود في التنين اللي هم الدي ان اي والار ان اي بكون الادينين والجوانين والسيتوسين، والموجود بس بالار ان اي اللي هو اليوراسيل، والموجود بس بالدي ان اي الثيامين، تمام. هلا بحكي لي في عندي unusual bases موجودين especially في الـ transfer RNA. هدول common bases اللي احنا اصلا متعودين عليهم اللي هم بكونوا اصلا شائعين واللي احنا بنعرفهم اللي هم السيتوسين واليوراسيل والادينين. بحكي لي unusual bases اللي هم الموجودين في الـ transfer RNA اللي هم الـ N4 acetyl cytosine والـ dihydro uracil والـ N6 N6 dimethyl adenine. هدول بكونوا يعني على غير العادة اصلا، يعني قواعد على غير العادة، تمام. تمام هلا رح نحكي عن كيمستري للنيوكليوتايد. هلا احنا رح نحكي كمراجعة والدكتور مش عنهم بسرعة بيحكي. هلا في A هون بيوضح لي الاختلاف بين اللي هي الدي ان اي والار ان اي اللي هو اصلا بكون الاختلاف بينهم اللي هو السكر الشجر. هلا بحكي لي اللي هو الار ان اي مكون من رايبوز اللي بيحتوي على او اتش جروب على الكربون رقم 2، بينما الدي ان اي مكون من اللي هي من دي اوكسي رايبوز شجر. ليش؟ لانه عندها الكربون رقم 2 بتحتوي على هيدروجينه بدون اللي هي الاكسجين، فعشان هيك بكون النيم اللي هي 2 دي اوكسي رايبوز. ليش؟ ليش 2؟ لأنه على الكربون رقم 2. ليش دي أوكسي؟ لأنها منزوعة الأكسجين. ورايبوز لأنه هو رايبوز شوغر اللي هو سكر خماسي الكربون. ونفس الشيء هون، ونفس الشيء هنا في الار ان اي هو رايبوز شوجر، وبس بيختلف عن الدي ان اي انه الاو موجوده فبكون هنا على الكربون نمبر 2 في عندها او اتش جروب، فبالتالي الرايبوز مش منزوع الاكسجين فبكون الرايبوز كامل، تمام. بينما في بي راح يبين لي اللي هم مثالين على النيوكليوسايد، والنيوكليوسايد هم عباره عن جلايكوز الامين. شو يعني جلايكوز الامين؟ جلايكوز من اذا بتتذكروا كان في عندي جلايكوز لينكج، يعني اللي هي الرابطه اللي بتربط مثلا سكرين مع بعض، تمام. بس هلا جلايكوز الامين اللي هي الرابطه اللي بتربط السكر اللي هو اصلا الرايبوز مع اللي هو مع اللي هو النيوكليو بيس اللي هو القاعد النيوكليوتيد، فعشان هيك ممكن اني اعتبرها كجلايكوز الامينز. هلا بحكي لي احنا اعتقدنا انه هي عباره عن النيوكليوتايد بس بدون الفوسفات جروب، يعني النيوكليوتايد بتزيد عن النيوكليوسايد بانها عندها فوسفات جروب هنا بتكون على الكربون رقم 5، تمام. بس هون هاي اسمها نيوكليوسايد ليش؟ لانها ما فيها فوسفات جروب. هلا النيوكليوسايد مكون بشكل بسيط من النيوكليو بيس اللي هم هدول، ومكون من اللي هو 5 كربون شوجر اللي هي في بكون الرايبوز في حالة ال RNA و 2 دي اوكسي رايبوز في حالة ال DNA.
هلا بحكي لي مثل ما بنعرف انه البونتس يلي معلم عليهم هون بالاسهم اللي هم مكونين من هاي انرجي بوند، يعني لما اكسرهم رح يعطيني اماونت اوف انرجي كثير عاليه. تمام، فهلا بيحكي لي هم عباره عن تو ان نمبر، يعني عددهم رابطين، وبيحكي لي بينما الرابطه الثالثه اللي بتكسر بين الفوسفات وبين اللي هي سي اتش 2 هون هي بتكون اصلا انرجي بوند. ليش مش هاي انرجي بوند؟ لانها اصلا بين فوسفات وبين اللي هي كربون، فبالتالي اللي هي كميه الطاقه اللي رح تعطيني اياها بتكون اقل من هدول الرابطين اللي بكونوا اصلا بين فوسفات وبين فوسفات وبين فوسفات وبين فوسفات، فبالتالي كميه الطاقه هون رح تكون اقل. ليش؟ لانه اصلا توزيع الاتومز حوالين الرابطه اللي هو بيختلف، ونفس الشيء هون بحكي لي اللي هي ديفرنت بوندينج اند اللي هي الالكترون فيلدز اللي هي بكون حوالين الرابطه. تمام، هلا بوضح لي في الرسمه اللي هي رايبونيوكليوسايد. شو يعني رايبونيوكليوسايد؟ يعني هاي الرايبوز مع اللي هو البيس، هاي اسمها رايبونيوكليوسايد. تمام، بحكي لي 5 برايم اللي هي مونوفوسفيت. ليش؟ لانها على الكربون رقم 5 اللي هي بترتبط بفوسفيت واحده، هاي اللي هي هذا اللون الفاتح. تمام، بس هذا اللون الاغمق شوي بكون رايبونيوكليوسايد 5 برايم دايفوسفيت، وهذا اللي هي الاغمق شيء بكون اللي هي رايبونيوكليوسايد 5 برايم ترايفوسفيت، لانهم ثلاثه فوسفات مع الريبوسوجر والبيس. هلا رح نحكي عن البيورين نيوكليوتايد سينثيسيس. تمام، هلا رح نبلش باللي هي تصنيع البيورينز. تمام، هلا بحكي لي الميجر باث واي لهذا التصنيع للبيورينز اللي هم بكون الدي نوفو سينثيسيس باث واي. هلا بحكي لي من البدايه، هلا بحكي لي هذا هاي البيكتشر اللي هي بتورجيني اللي هي البيورين بيس، هذا البيورين. تمام، وبحكي لي احنا كمان رح نعرف انه كل اتوم يلي هي متصلة في بعض من خلال كيف تشكلت، يعني كيف اتصلت في بعض وكونت لي هدول الاتومز اللي هم هدول الذرات، كيف كونوا لي اللي هم البيورينز، رح نعرف هذا الحكي. وبحكي لي هذا الدياجرام كمان ببين لي انه الاوريجن اللي هو مصدر كل اتوم، كل ذرة اللي هي من وين جاي، يلي هي مثلا هذا المثلث جاي من الجلايسين، هنا من الجلوتامين، وهنا من الانتين فورمال تترا هيدروفوليت اللي هو اصلا كوفاكتور بيحمل الفورمال جروب، وهنا مثلا من الاسبارتات، وهنا من السي او 2. هلا بحكي لي عشان هذا السينثيز يصير الريبوز 5 فوسفات هو بكون البيس بلوك. كيف يعني البيس بلوك؟ يعني هو الاشي الاساس او الحجر الاساس يلي انا رح اضيف عليه اللي هم الاذر مولكيولز. تمام، هلا بحكي لي اول ستيب راح يصير في عندي اللي هي تصنيع البي ار بي بي. تمام، هلا رح نحكي ايش هو البي ار بي بي. هلا بحكي لي عشان الريبوز 5 فوسفيت انها تكسب اتومز، انها تكسب ذرات، لازم انه يصير لها اكتيفيشن. تمام، هلا بحكي لي اول خطوه اللي هي انه احضر اكتيفيتد ريبوز فوسفيت. بحكي لي هذا بصير عن طريق انزيم اسمه بي ار بي بي سينثيتيز. ليش سينثيتيز؟ لان انا راح استخدم اي تي بي هياته كسورس للفوسفيت، يعني عشان اصير عشان اعملها اكتيفيشن راح استخدم الاي تي بي كمصدر للفوسفيت. فبحكي لي الانزيم راح ياخذ بايروفوسفيت اللي هم 2 فوسفيت جروب من الاي تي بي وراح يحولها للاي ام بي. هلا بحكي لي وراح يعطيهم لمين؟ على اللي هو الكربون نمبر 1 في الريبوز 5 فوسفيت بدل من الهيدروجين اتوم يلي بتكون في الهيدروكسيل جروب. فالبرودكت بيكون ال5 فوسفورايبوزيل 1 بايروفوسفيت اللي هو نفسه البي ار بي بي. هاي هي عمليه التصنيع للبي ار بي بي اللي احنا بنحكي عنها، هاي ريبوز 5 فوسفيت. ليش اسمه ريبوز 5 فوسفيت؟ لانه هذا الريبوز شوجر والفوسفيت جروب بتكون على الكربون الرقم 5، فعشان هيك اسمه ريبوز 5 فوسفيت. تمام، انا بدي اعمل له اكتيفيشن، فبروح بجيب من الاي تي بي 2 ان اورجانيك فوسفيت على شكل بايروفوسفيت، بروح بضيفهم هون على الكربون رقم 1 فبصير اسمه 5 فوسفورايبوزيل، هياتها 5 فوسفورايبوزيل 1 بايروفوسفيت، لأن أنا ضفتها على الكربون رقم 1 اللي هي البايروفوسفيت. وشو اسم الإنزيم اللي هو البي آر بي بي اللي هو البرودكت؟ وسينثيتيز ليش؟ لأن أنا استخدمت أي تي بي. تمام، كسورس أوف بايروفوسفيت. تمام، هلأ بحكي لي هذا الإنزيم اللي هو بي آر بي بي سينثيتيز، بحكي لي عشان يصير له أكتيفيشن اللي هو بيصير له أكتيفيشن عن طريق الفوسفيت.
وبصير له انهيبيشن عن طريق اللي هو البيورين، ونحن بنعرف انه البيورين هو الانتي برودكت، تمام، فبيعمل فيدباك انهيبيشن هياته. الانزيم هو نفسه البي ار بي بي سينثيتيز بصير له اكتيفيشن عن طريق الانورجانيك فوسفيت، وبصير له انهيبيشن بالانتي برودكت اللي هو البيورين، تمام. هلا بحكي لي تاني خطوة اللي هي إضافة الأمين جروب. هلا بحكي لي في عندي إنزيم اسمه جلوتامين فوسفورايبيزل أمايدو ترانسفيريز. من اسمه الجلوتامين هو المتبرع في الأمايد جروب، الفوسفورايبيزل هو اللي راح يكسب الأمايد جروب، والأمايدو ترانسفيريز اللي هو الإنزيم اللي راح ينقل اللي هي الأمايد جروب، تمام. هلا هذا الإنزيم راح يأخذ الأمايد جروب من الدونر اللي هو الجلوتامين، والجلوتامين رح يعتبر اللي هو الأمايد جروب دونر لكتير رياكشنز، مش بس هذا الرياكشن. إذا الجلوتامين هو اللي بيعطي الأمايد جروب في التفاعلات، تمام. هلأ بحكي لي البرودكت رح يصير في عندي اللي هو 5 فوسفورايبوزيل 1 أمين، تمام. انتبهوا إنه تذكروا البي آر بي بي كانت عبارة عن 5 فوسفورايبوزيل 1 بيروفوسفيت. طب أنا بس غيرت ال 1 بيروفوسفيت حطيت بدالها 1 أمين، إيش يعني؟ يعني إحنا بشكل بسيط شلنا البيروفوسفيت وحطينا بداله اللي هو الأمايدي اللي جاي من الجلوتامين. بحكي لي هذا الرياكشن هو الريت ليميتنج ستيب للبيورين سينثيسيس، وبحكي لي كمان وكتير رياكشن إحنا رح نحكي عنها بعدين، تمام. هلا هياته هذا البي آر بي بي، تمام. إحنا عنا هذا الإنزيم اللي هو الجلوتامين فوسفورايبوزيل أمايدو ترانس الريز، راح ياخذ الاميد جروب من الجلوتامين ويحوله لجلوتاميت، والبيروفوسفيت راح تطلع برا، وراح يحط بدالها اللي هي الامين جروب على الكربون رقم 1، فراح يتكون عندي ال5 فوسفورايبوزيل 1 امين، وهو هذا الرياكشن هو الريت ليميتنج ستيب. هلا ثالث خطوة أنا بضيف الجلايسين. هلا أنا رح أصير أضيف شوي شوي كل الأشياء اللي رح تكون للبيورين اللي إحنا حكينا عنها هون، هم الجلايسين والسيوتو والأسبارتات والفورمل والجلوتامين أنا ضفته، فرح أبلش في هدول إنه أضيفهم هسا، تمام. هلا ثالث خطوة نفس ما حكينا اللي هي أنا عم بضيف الجلايسين، فالجلايسين بحكي لي مع 1 ATP مولكيول رح يكون لي اللي هو 5 فوسفورايبوزيل جلايسين أمايد. ليش أنا استخدمت الـ ATP؟ عشان أنا عم بكون رابطة اللي هي عم بضيف اللي هو الجلايسين، تمام. فنتج عندي هذا المركب. هلأ الخطوة الرابعة أنا رح أضيف الفورمال جروب. الفورمال جروب أكيد من وين رح تيجي؟ من الـ N10 فورمال تترا هيدروفوليت. بحكي لي بس يعطي الفورمال جروب رح يتحول لتترا هيدروفوليت، تمام. هلأ البرودكت رح يصير في عندي اللي هو 5 فوسفورايبوزيل N فورمال جلايسين أمايد، تمام. هلأ الخطوة الخامسة اللي هي إضافة another amide group. احنا بنفس ما حكينا إنه مين هو الدونر للأمايد جروب في كتير من الرياكشن اللي هو الجلوتامين، فبالتالي الأمايد برضو رح يصير لها donated عن طريق another glutamine اللي هو موليكيول، مثل ما احنا حكينا بالستيب نمبر 2، مش احنا ضفنا أمايد جروب من الجلوتامين، تمام. فهلا رح يتكون عندي اللي هم 2 نيتروجين في الحلقة اللي راح تكون لي البيورين، التنتين جايين من الأمايد جروب اللي جاي من الجلوتامين. هلا الستيب 6 اللي هي الكلوجر للفيرست بيورين رينج، يعني أول حلقة من البيورين راح تتسكر. هلا بحكي لي الحلقة راح تتسكر باستخدام اللي هي الـ ATP والبوتاسيوم والمغنيسيوم. بحكي لي وإحنا راح اللي هو ننتهي بتشكيل أول حلقة من البيورين، تمام. فالبرودكت راح يصير اسمه 5 برايم فوسفورايبوزيل 5 أمينو أمايدازول، تمام. هلا رح نحكي عن الستيب 7. بحكي لي اللي هو الاديشن لانذر كاربون فروم سي او 2. نفس ما حكينا انا عم بضيف الاشياء يلي انا حكيتها اول شيء يلي بتكون لي البيورين رينج، تمام. هلا اجى دور السي او 2 فانا باخذ منها الكربون، تمام. هلا بحكي لي بالنسبه للسي او 2 بتيجي وبتتبرع بكربون اتوم على شكل كاربوكسيل جروب، تمام. والبرودكت بصير عندي اسمه 5 برايم فوسفورايبوزيل 5 امينو امايدازول 4 كاربوكسيليز. ليش؟ لانه انا حطيت اللي هو كاربوكسيل جروب يلي هي جاي من السي او 2. هلا ستيب نمبر 8 يلي هي الجويننج للاسبارتيت، لانه كمان الاسبارتيت نفس ما حكينا هو بينضاف على البيورين وبكون لي بحكي لي كل الامينو اسيد الاسبارتيت كلياته بيروح بيتصل وبيعطيني اللي هو الامينو جروب،
تمام بحكي لي بالستيب 9 انه الفيوماريت بيطلع من الكومباوند، بحكي لي الفيوماريت بصير له كليفت اوف عن طريق الهيدروليسيس ري اكشن خلال انزيم اسمه ادينيل ساكسينيت لايز، فبيطلع منه الفيوماريت. تمام بالستيب 10 بحكي لي السكند ان 10 تترا هيدروفوليت كامز، بحكي لي يعني بيجي هاد وبحكي لي انذر اللي هي ان 10 تترا هيدروفوليت بيعطي انذر فورمال جروب، يعني بتنضاف فورمال جروب من الان 10 تترا هيدروفوليت وتترا وبتتحول ل اللي هي تترا هيدروفوليت والفورمال جروب بتدخل على البيورين رينج. تمام هلا اللي في الستيب 11 تمام ال H2O بتطلع من الرينج والسكند رينج بصير لها كلوزز، يعني ال H2O بتطلع والحلقة الثانية بتسكر. هلا بحكي لي الحلقة الثانية بتسكر وال IMP اللي هو بيتكون اللي هو الانوساين 5 برايم مونوفوسفيت اللي هو اصلا نفسه البيورين رينج. تمام فهيك خلصنا اصلا تصنيع البيورين رينج، والدكتور اصلا ما تعمق بكتير بالشرح، بس انتو لازم تعرفوا اكيد المصادر تاعون كل اتوم الموجوده في البيورين رينج، يعني اللي هي اول رسمه انا حكيت لكم عنها هاي كتير مهمه. الرسمه اكيد راح يسالكم اللي هم مثلا بجيب لكم سؤال بحكي لكم انه البيورين رينج هدول كلياتهم بيصنعوا لي اياهم ما عدا وحده مثلا اللي هي بتكون بحط لي شيء ثاني غير هدول الموجودين وهي بتكون مثلا الجواب الصح. هيك لازم تحفظوا ايش الجروبس اللي هي بيكون لي البيورين رينج. تمام فمثلا هنا كاتبين كسؤال انه هنا انه لازم السورسز للايتش اتوم انتم تعرفوها اكيد، وبحكي لي مثلا الاميد جروب بصير له دونيتد عن طريق مين؟ عن طريق الجلوتامين، احنا حكينا عنه الجلوتامين بيعطيني 2 اميد جروب مثلا. ومثلا الكربوكسيليك جروب بصير له دونيتد عن طريق مين؟ اكيد السي او 2 هيك يعني. ولازم انكم تركزوا على الريت ليميتنج ستيب اللي احنا حكينا عنها يلي هي عباره عن اللي هي هون اللي هي تحول البي ار بي بي ل 5 فوسفورايبوزيل 1 امين. هاي كثير مهم انكم تعرفوا انه هي الريت ليميتنج ستيب في تكوين البيورين رينج. وهذا هون المخطط بحكي لي كل تلخيص كل الخطوات اللي هي لتكوين البيورين رينج. تمام اللي هو اصلا بيتبع لدينوفو بايوسينثيسيس ل الانوسين 5 برايم مونوفوسفيت اللي هو البيورين رينج. هلا بعد ما حكينا انه كيف البيورينز بيتكونوا، هلا لازم انه نعرف انه الدراجز يلي بيتعلقوا في الباث واي كيف انه بيتعاملوا معهم. مثلا اول الدراج اول اللي هو دواء يلي هو السلفانامايد اللي هو الانتي بايوتيك، اذا بتتذكروا احنا حكينا عن السلفا قبل يلي هي اصلا بتمنع تكوين الفوليك اسيد في البكتيريا وبتقتلها، هاي نفسها اللي راح احكي عنها هو نفسه الدواء اللي هو السلفانامايد. هلا بحكي لي هو widely used antibiotic يعني بستخدمه بشكل شائع. تمام يلي بيعمل inhibition للبكتيريا growth نفس ما حكينا. تمام كيف بيعمل inhibition؟ عن طريق اللي هي inhibition للسينتزز للفوليك اسيد في البكتيريا نفس ما حكينا. الفوليك اسيد هو نفسه التتراهيدروفوليت. تمام هلا بحكي لي فالسلفانامايد بروح بيتعامل مع الفوليك أسيد سينثيسيس عن طريق وبيعيقها طبعا بيعيق تكوين الفوليك أسيد. تمام عن طريق اللي هي انه يمنع اضافة البارا امينو بنزويك أسيد يلي هو احد مكونات الفوليك أسيد او تترا هيدروفوليت، بيمنع اللي هو اضافته للفوليك أسيد موليكيول عن طريق اللي هي المنافسة مع الانزيم اللي هو الداي هيدرو بتيرويد سينثيتيز. تمام فبروح اللي هو هذا الانزيم بيعمل منافسة وبيعمل انهيبيشن لهذا الانزيم، فبالتالي ما بيضيف اللي هو البارا امينو بنزويك اسيد. تمام فعشان هيك الفوليك اسيد ما رح ينتج، وهذا بيستخدم اصلا الفوليك اسيد انا بستخدمه في الامينو اسيد سينثيسيس اند النيوكليوتيد سينثيسيس نفس ما شرحنا قبل شوي، لانه الفوليت حكينا هو امبورتنت كوفاكتور للفورمال ترانسفير ريز اكيد اللي هو اصلا بيجيب لي مجموعه الفورمال بضيف لي اياها من وين من التترا هيدروفوليت نفس ما حكينا او الفوليك اسيد. تمام هلا الفورمال ترانسفير ريز انزيم هو اصلا يلي شو اسمه الكوفاكتور تاعه بكون اللي هو
اللي هو الفوليت تمام، او اللي هي تترا هيدروفوليت. فبحكي لي انا اللي استخدمته هو نفسه في الستيب 3 هذا الانزيم في السينثيسيس تاع البيورين، لما حكينا عن الانتن فورمال تترا هيدروفوليت اللي هي بتتحول لتترا هيدروفوليت عن طريق الانزيم فورمال ترانسفيريز تمام. فعشان هيك البيورين سينثيسيس راح يصير له سلوينج داون لانه ما راح يتكون عندي اصلا اللي هو التترا هيدروفوليت تمام، فعشان هيك ما راح اقدر انه احصل على الفورمال جروب. فلهيك البيورين سينثيسيس راح اللي هو يقل سرعته تمام. فالبكتيريا فما رح تصير اللي هي قادرة انها تتضاعف، ليش؟ لانها البيورين حكينا هي اصلا تستخدم البيورين في تصنيع اللي هي الدي ان اي، فعشان هيك انا اذا ما كان في عندي حمض نووي اللي هو دي ان اي ما رح يصير في عندي اللي هو تضاعف لخلية البكتيريا. وهذا بحكي لي هو هو ما بيأثر على الهيومن، ليش؟ لأنها هي أصلاً الهيومن ما بتصنع الفوليك أسد، بس البكتيريا اللي بتصنع الفوليك أسد، فبالتالي هذا الدواء ما راح يأثر على لأنه أصلاً ما بيصنع الفوليك أسد اللي هو الإنسان. فعشان هيك السولفا دراج بحكي لي ما راح اللي هو يعيق الهيومن بيورين سينثيسيس، ليش؟ لأنه الهيومن بيورين سينثيسيس حكينا هي بتحتاج الفوليك أسد واللي بتأخذها أصلاً من برات الجسم لأنها ما بتصنعها جواتها، وإحنا حكينا إنه السولفا دراج أصلاً هو بيعيق تصنيع الفوليك أسد اللي هو الجسم أصلاً ما بصنعه بس البكتيريا بتصنعه. يعني السولفا دراج هو بس بيقتل البكتيريا ما بيقتل الهيومن تمام. هلا بحكي لي انذر دراج اسمه ميثوتريكسيت، هلا بيعمل كومبيتيتيف انهيبيشن للي هو الداي هيدرو فوليت ريدكتيز. اذا بتتذكروا الداي هيدرو فوليت ريدكتيز هو اللي كان بيعمل لي ريدكشن للداي هيدرو فوليت وبيعيد تصنيع التترا هيدرو فوليت تمام. هياته هذا اللي هو بحكي لي الانزيم هو نفسه اللي بيصنع لي التترا هيدرو فوليت. بحكي لي هذا الدراج اللي هو يعتبر ككانسر تريتمنت دراج، يعني اللي هو دواء معالج للسرطان، ليش؟ لأنه نفسه بنعرف إنه السرطان اللي هو بينتج نتيجة تضاعف الخلايا اللي هو بيصير ينتشر في الجسم على شكل تضاعف الخلايا تمام. هلأ هذا الدراج نفس ما حكينا بيمنع أو بيحد من تكوين التترا هيدروفوليت المتاح عنا لا تصنيع اللي هو البيورينز، ونفس ما نعرف انه البيورين اصلا بيدخل في تكوين الدي ان اي، فبالتالي بما انه عندي التترا هيدروفوليت كميته كتير محدودة فبالتالي السينثيز للبيورينز راح تقل، فبالتالي الدي ان اي اصلا اللي هي التضاعف لإلها أكيد راح يقل في الماميليان سيل اللي هم في الخلايا الموجودة في الثدييات. هلا فبحكي لي هو useful treating اللي هي rapidly growing cancers، يعني للخلايا يلي المسرطنة يلي بتنمو بسرعة هو علاج كتير مهم ومفيد، لأنه نفس ما حكينا بيمنع التضاعف تاع هذا الخلايا فبوقف هذا التضاعف. لكن بحكي لي هذا الدراج برضو توكسيك لكل الخلايا اللي بتضاعف في الجسم مش بس للخلايا السرطانية، يعني بتوقف كل تضاعف خلايا الجسم، هذا الإشي السلبي فيها تمام. هلأ رح نحكي عن الريجوليشن. هلأ احنا حكينا انه الفيرست ستيب للأكتيفيتنج للريبوز 5-فوسفيت تحت هاي ريجوليشن، وهو كتير مهم يلي هو تحويل الريبوز 5-فوسفيت ل 5-فوسفورايبوزل 1-بيروفوسفيت. إذا بتذكروها أول خطوة يلي كانت أصلاً هذا هو التفاعل اللي هو الأول اللي كان بصير له اكتيفيشن بالفوسفيت، والإن اكتيفيشن أو الانهيبيشن بصير له عن طريق البيورين بالفيدباك انهيبيشن. وبحكي لي هذا الريجوليشن اصلا كتير مهم، بس بحكي لي انه هاي الستيب مش بس اصلا بتدخل في تصنيع البيورين، هي ممكن انها اصلا تدخل في تفاعلات اخرى، فعشان هيك هي اصلا اذا عملت لها انهيبيشن ما بتعمل انهيبيشن بس للبيورين، بتعمل انهيبيشن لتفاعلات اخرى تمام. هلا في بحكي لي another step يلي هي important للريجوليشن للبيورين سينثيسيس اونلي، يعني في عندي خطوه من خطوات تصنيع البيورين يلي هي الريت ليميتنج ستيب اللي انا حكيت لكم عنها، اللي هي تاني خطوه اللي هي تحويل البي ار بي بي لل 5 فوسفورايبوزيل 1 امين اللي حكينا عنها اذا بتتذكروها، اللي هي اصلا الريت ليميتنج ستيب هي اصلا بس بصير لها ريجوليشن لا يعني اذا صار لها انهيبيشن بتوقف بس تفاعل اللي هو البيورين سينثيسيس، فعشان هيك اللي هي بتدخل بس في اللي هي تنظيم البيورين سينثيسيس بس. هلا احنا مرات بنعتبر هاي الخطوه هي الفيرست ريجوليشن ميكانيزم
ليش؟ لأنها هي الوحيدة يلي بتكون للبيورين سينثيسس. نفس ما كان هي بتحول البي ار بي بي ل 5 فوسفورايبوزيل 1 امين، وبحكي لي هذا الرياكشن بصير له كاتالايزد عن طريق الجلوتامين فوسفورايبوزيل امايدو ترانسفيرز انزيم يلي بصير له ريجوليشن عن طريق الفيدباك انهيبيشن للاي دي بي والجي دي بي. احنا مش حكينا بنستخدم اي تي بي وبيطلع عندي اللي هي اي دي بي كإند برودكت، وبرضو الجي دي بي برضو بيطلع عندي كإند برودكت. هدول حفظوهم إنهم بيعملوا إنهيبيشن لا اللي هو الريت ليمتنج ستيب، تمام، اللي هم أصلاً الإند برودكت عن طريق الفيدباك إنهيبيشن. هلا بحكي لي إذا عندي واحد إنهيبيتور مثلاً اللي هو الاي دي بي كان متاح بكميات عالية وكافية، ممكن إنه يعمل إنهيبيشن لا الاكتيفيتي للانزيم بكميه او نسبه 10%. بحكي لي بينما اذا كان في عندي كل الانهيبيتور موجودين راح يعملوا انهيبيشن للاكتيفيتي للانزيم بمقدار 90%. هلا بحكي لي هذا اسمه سينرجيك افكت او ميكانيزم. ايش يعني؟ يعني انه التاثير عم بيزيد بين تنين او اكثر من العوامل، تمام، او المواد يلي اللي هي بتنتج افكت اكبر مقارنه في المجموع اللي هو الذير انديفيديوال افكت. كيف يعني؟ يعني انا اذا استخدمت بس اللي هو الاي دي بي عملت انهيبيشن فيه، تمام، رح يعطيني اللي هي نسبه انهيبيشن اقل بكتير من النسبه يلي انا رح استخدم فيها الاي دي بي والجي دي بي سوا. يعني إذا استخدمت التنين راح يزيد كمية الإفكت للإنهيبيشن، فهذا هو اسمه سينرجيستيك إفكت أو الميكانيزم، تمام. فأنا مثلا إذا جمعت كمية الإنهيبيشن اللي بتعطيني إياها الـ ADB لحالها وكمية الإنهيبيشن اللي بتعطيني إياها الـ GDB لحالها راح يطلعوا أقل من اللي هي الكمية اللي راح تعطيني إياها لما أستخدم الـ ADB والـ GDB سوا، تمام. فبحكي لي كمان اللي هي قاعدة تانية إنه لازم كل الإنهيبيتورز يكونوا متاحين في كميات وافرة عشان إنه يبلش عندي الإنهيبيشن. مثلا إذا كان في عندي 100 ADB و10 GDB إحنا لازم ما نبلش الإنهيبيشن عن طريق الـ ADB. ليش؟ لأنه السل ممكن أنها تحتاج الـ GDB، فلازم التنين يكونوا بكميات وافرة عشان أصلا يبلش الإنهيبيشن، تمام. هلا بحكي لي هدول تأثير هدول اللي هم الـ AMP والـ ADB والـ ATP والـ GMP والـ GDB والـ GTP على اللي هم الرياكشن تاعون تكوين البيورين، وبيحكوا لي كيف انه بيعمل انهيبيشن لمثلا للريت ليميتنج ستيب وللفيرست ستيب ولهون كمان هدول الستبس اللي بيعطوني اللي هي الاند برودكت. فعشان هيك الاند برودكت بيعملوا فيدباك انهيبيشن للسينثيسس، فهيك عم بعمل ريجوليشن للرايبو نيوكليوتايدز سينثيسس، تمام. هلا بحكي لي عن السينثيسس للجي ام بي والاي ام بي من الاي ام بي. ايش هي الجي؟ الجي اللي هي الجوانين مونوفوسفيت، والاي اللي هي الادينين مونوفوسفيت من الانوسين مونوفوسفيت. هلا احنا حكينا انه اللاست برودكت اخر ناتج من البيورين سينثيسس احنا وصلنا له اللي هو الانوسين 5 برايم مونوفوسفيت، تمام. هلا بحكي لي بالنسبه للانوسين بيس هي هايبوزينثين، تمام. هلا بحكي لي منها راح اجيب اللي هي الادينين اللي هي موجوده في الادينوسين والجوانين الموجوده في الجوانوسين، تمام. هلا احنا بنسمي هذا المركب 5 برايم، ليش؟ لانه الفوسفيت متصله بال5 برايم كربون او ال5 كربون، هي نفس ما انتم ملاحظين هاي ال5 كربون متصله بالفوسفيت جروب، والنمبر 1 كربون متصله بالنيتروجين هياتها، وهي كلياتها انوسين، تمام، وبتكون جوانين في حاله الجوانوسين وشو اسمها الادينين في حاله الادينوسين، تمام. هلا بحكي لي اول بيورين النيوكليوتايد تكونت عندي هي الانوسين 5 برايم مونوفوسفيت، لكن انا لهلا ما شفت الادينوسين مونوفوسفيت والجوانين مونوفوسفيت اللي هم اصلا البيورين اللي احنا بنعرفهم بيورين جروب. هلا بحكي لي وي هاف تو روتس، عندي طريقين، اما بكون الادينوسين مونوفوسفيت او الادينوسين 5 برايم مونوفوسفيت، او بكون اللي هو الجوانين 5 برايم مونوفوسفيت من الانوسين 5 برايم مونوفوسفيت، تمام. هلا اول طريق اللي هو الفورميشن للادينوسين 5 برايم مونوفوسفيت. هلا بحكي لي الاسبارتيك اسيد مع واحد مولكيول من الجي تي بي بينضاف للانوسين 5 برايم مونوفوسفيت،
بحكي لي على الحلقة بدل من الأكسجين هي زي ما أنتم ملاحظين هاي الإنوسين 5 برايم مونوفوسفيت. هلا بيجي الأسبارتيك أسيد مع جي تي بي بينضاف لهم بدل الأكسجين على هاي الحلقة بتصير في عندي هياتهم اللي هو الأسبارتيك أسيد. تمام. هلا بحكي لي بيتكون عندي مركب اسمه أدينيلوساكسينيت يلي هو أصلا عن طريق إنزيم اسمه الأدينيلوساكسينيت اللي هو ساينثيتيز. ليش ساينثيتيز؟ لأنه أنا استخدمت الجي تي بي واللي هي اصلا نفس الطاقه اللي بتعطيني اياها الاي تي بي. تمام. هلا بحكي لي بعد هيك الفيوماريت راح يغادر وراح يترك عندي اميد جروب مكانه. تمام. واللي هي الاي ام بي راح يتكون اللي هو الادينوسين 5 برايم مونوفوسفيت. تمام. بيحكي لي الاند برودكت اللي هو الاي ام بي بيعمل فيدباك انهيبيشن للانزيم اللي هو الادينيلوساكسينيت ساكسينسينثيتيز. تمام. فبيعمل له انهيبيشن. هلا بحكي لي عن الطريق الثاني اللي هو الفورميشن لا الجوانين 5 برايم مونوفوسفيت. هلا بحكي لي الانوسين 5 برايم مونوفوسفيت بصير لها اوكسيديشن عن طريق اللي هو الاي ام بي دي هيدروجينيز. تمام. وبتكون عندي كيتون جروب هياته نفس ما انتم ملاحظين الاي ام بي صار له اللي هو اوكسيديشن عن طريق اللي الاي ام بي دي هيدروجينيز. تكون عندي هذا المركب يحتوي على كيتون جروب هياته في الرنك. وبعدين بحكي لي بيجي الجلوتامين اللي هو بيعطي الامين جروب ويلي رح تستبدل اللي هي الكيتون جروب. تمام. ورح تكون لي اللي هي جي ام بي هياتها عطت الامين جروب اللي هي من الجلوتامين. وتكون عند الجي ام بي وبرضه نفس الجي ام بي بيعمل فيدباك انهبشن للاي ام بي دي هيدروجينيز. هلا بحكي لي هدول الطريقين بصير لهم ريجوليشن. تمام. يعني بكون عليهم تنظيم. هلا بحكي لي هم كمان سيبريتد منفصلين عن بعض فعشان هيك هم ما رح يأثروا اصلا تكوينهم على بعض. اذا واحد منهم عالي رح يعمل انهيبيشن للطريق يعني لتكوينه هو ما رح يأثر على تكوين الثاني. تمام. ومثلا اذا الاي ام بي كان عالي رح يعمل انهيبيشن للانزيم يلي هو المسؤول عن تكوين الاي ام بي من الاي ام بي بس اللي هو الأدينيلو ساكسينيت سينثيتيز. تمام. وما رح يأثر على اللي هو طريق الجي ام بي برودكشن. تمام. فبحكي لي احنا لازم كمان نلاحظ انه عشان انا اعمل انتاج للاي ام بي انا بدي الجي تي بي رحت استخدمته في تصنيع الاي ام بي وانا عشان انتج الجي ام بي رحت استخدمت الاي تي بي في تصنيعه. هياته نفس ما انتم ملاحظين هون هاي الجي ام بي نتاج نتيجة اللي هي استخدام الاي تي بي وهنا الاي ام بي نتاج نتيجة استخدام الجي تي بي. هلا انا في عندي دراج اللي هو دواء اسمه مايكوفينوليك اسيد بيعمل انهيبيشن للانزيم اللي هو الاي ام بي دي هيدروجينيز يلي هو المسؤول عن تصنيع الجي ام بي يلي هو الجوانين 5 برايم مونوفوسفيت ويلي هو اصلا بيورين يلي اصلا بيكون اي دي ان اي. هلا بحكي لي هذا بيعمل انهيبيشن عن طريق النون كومبيتيتيف هاي مش كومبيتيتيف غلط نون كومبيتيتيف انهيبيتور يوز تو بريفنت اللي هي الجرافت ريجكشن يلي هو يلي بتنتج نتيجة هلا احنا عنا لما ننقل عضو من جسم اللي هو متبرع لجسم مريض بصير له اللي هو رفض اللي هو ريجكشن عن طريق الجسم عن طريق اللي هو جهاز المناعة تبع جسمنا. فهذا الدواء بيمنع اللي هو الجرافت ريجكشن اللي هو الرفض تاع الأعضاء هاد. هلا بحكي له هياته الترانسبلانت ريجكشن اللي هو الرفض تاع الزراعة بيحدث نتيجة اللي هي ترانسبلانت تيشو يعني العضو المزروع انه بصير له ريجكتد عن طريق اللي هي الريسيبيانت اميون سيستم عن طريق اللي هو جهاز المناعة للمستقبل يلي بيعمل تحطيم للترانسبلانت تيشو يعني بروح بيدمر العضو المنقول له. هلا الترانسبلانت ريجكشن ممكن انه يصير له ليسند إذا ممكن هذا الرفض بالزرعات إنه أقلله عن طريق إنه أحدد اللي هي الموليكيول المشابهة أو المتشابهة بين الدونر اللي هو اللي رح يعطي العضو اللي رح ينزرع والريسيبينت اللي هو المستقبل لهذا العضو أو عن طريق اللي هو استخدام اللي هي الإميونو سبريجنت اللي هي دراكس after transplant يعني بعد ما أعمل عملية الزراعة بعمل اللي هن المثبطات تعون الإميون سيستم عن طريق اللي هي الأدوية
تمام، بالإضافة لأنه أعرف نقاط التشابه بين اللي هي الجسم والجزيئات يلي موجودة في المستقبل والموجودة في المانح. تمام، هلأ هذا بيحكي لي إنه بيعمل هدول الدراكس بيعملوا اللي هن inhibition و suppressant، اللي هي ليش؟ لأنه بيعملوا ديبريفس لل تي اند بي سيلز يلي اصلا بيعتمدوا اصلا على الجي تي بي، والجي تي بي اللي هو الجوانين نفس ما حكينا 5 برايم اللي هي 5 برايم تراي فوسفيت. ليش حكينا انه جي تي بي ما حكينا جي ام بي؟ لانه جي ام بي بامكانه انه يتحول لجي تي بي، وهلا بنحكي كيف. تمام، فالمهم انه رح يمنعه من الجي ام بي، والريجكشن رح يتوقف نتيجه ايش؟ لانه البروليفريشن التضاعف للتي والبي سيلز رح يتوقف. هياته نفسه بيحكي لي هذا الدراج، هياته بيحكي لي بيعمل انهيبيشن عن طريق اللي هي ان كومبيتيتيف انهيبيشن للانوسين مونوفوسفيت ديهايدروجينيز. بيحكي لي هذا الدراج بيعمل تثبيط اللي هي الرابيدلي بروليفيريتنج اللي هي تي والبي سيلز، فاللي هن بيوقف السابريجن اللي هي والريجكشن. تمام، ف عفوا بيعمل سابريجن اللي هو تطبيط وبيوقف الريجكشن. فبحكي لي هذا الدراج اللي هو اصلا بيستخدم عشان يمنع الجرافت ريجكشن نفس ما حكينا. هلا احنا حكينا انه الفاينل برودكت هي الاي ام بي والجي ام بي. تمام، هلا في عندي سبيسيفيك انزيم في جسمنا بياخذوا هدول المولكيول بحولوهم ل اي دي بي ودي دي بي. تمام، هذا بيصير عن طريق اللي هي الاي تي بي مولكيول بتروح بتتبرع بفوسفات جروب مثل ما هو موضح هون. تمام، وبحكي لي هدول التو انزيمز اللي هم مستخدمين هون هم بس سبيسيفيك للبيورين. بس ايش هم البيورين؟ اللي هن الادينين والجوانين. تمام، هياته بحكي لي بيس سبيسيفيك نيوكليوسايد مونوفوسفيت كايناز. هياته ليش حكاني النيوكليوسايد مونوفوسفيت؟ لانه اصلا احنا بنحكي عن ادينين مونوفوسفيت وجوانين مونوفوسفيت، فبالتالي هي اصلا النيوكليوسايد مونوفوسفيت والكايناز. لانه انا استخدمت بالاي ام بي مع الاي تي بي لما نقلت لها الفوسفيت كان الانزيم اللي هو الادينينات كايناز، وتكون عندي 2 اي دي بي. واستخدمت لما شو اسمه حولت الجي ام بي للجي دي بي باضافه الاي تي بي اللي هو الجوانيليت الجوانيليت كايناز. تمام، وتكون عندي نفس ما حكينا اللي هو الجي دي بي، والاي تي بي تحولت لاي دي بي. تمام، بحكي لي احنا كمان بنقدر انه نشكل السي تي بي اللي هو السيتوسين تراي فوسفيت. بحكي لي، والسيتوسين احنا بنعرف انه هو بيراميدين مش بيورين. بحكي لي من وين بقدر انه اشكل السي تي بي؟ من الاي تي بي اللي بتروح بتتبرع بالفوسفيت للسي دي بي. تمام، وبيتحول للسي تي بي. وبحكي لي هذا الرياكشن اللي هي doesn't involve a base specific enzyme، يعني ما بيكون اصلا هذا الانزيم يلي بيعمل هذا الرياكشن مخصص بس للسي دي بي. هو ممكن انه يشتغل على كل البيورينز وعلى البيراميدينز اللي هو اللي بيحول للسي دي بي للسي تي بي عن طريق اللي هي الدونيتنج للفوسفات جروب من الاي تي بي. تمام، وبكون اسم الانزيم نيوكليوسايد دايفوسفيت كايناز. ما حكينا مثلا سيتوسين دايفوسفيت كايناز مثل ما حكينا هون اصلا اللي هو الجوانيليت كايناز. لا، احنا بس حكينا اللي هو نيوكليوسايد دايفوسفيت كايناز. ليش؟ لانها اصلا تستخدم على اي بيورين وبيراميدين بدي اياه في الجسم. فعشان هيك المونوفوسفيت كايناز بكون سبيسيفيك نفس ما حكينا، وبينما الدايفوسفيت كايناز بكون مش سبيسيفيك. تمام، فبحكي لي هذا هو كل الدينوفو سينثيسز هياتنا احنا حكينا. تمام، هلا رح نحكي عن البيورين سلافاج باثوي. ايش يعني حكينا سلافاج؟ يعني الريسينثيسز. هلا رح اوضح لكم اكثر كيف يعني. هلا احنا حكينا انه عشان نصنع البيورين بيسز استخدمنا كتير من الانزيمات. تمام، واستخدمنا كمان كتير انرجي في الباثوي. فاحنا اذا اصلا كنا صانعين بيسز اوكي ممكن انه اروح يعني اعملهم لينكج مع اللي هي مره تانية مع الرايبوز فوسفيت. يعني بروح بجيب اجوانين وادينين وبروح بربطها في الرايبوز 5 فوسفيت، فبالتالي بتكون عندي نيوكليوتايد. تمام، هياته نفس الشيء هنا بحكي لي، يعني هذا بيحكي انه انا بروح بضيف already formed يعني مشكل جاهز اللي هو الادينين او الجوانين للريبوز 5 فوسفيت، وبينتج عندي اللي هو نيوكليوتايد. فعشان هيك انا حكيت انه هذا سلافاج يعني ريسينثيسز. انا قعدت استخدام اللي هي ريبوز 5 فوسفيت والادينين والجوانين ورحت وصلتهم مع بعض بس. بينما كان في الدينوفو بروح ايش بصنع من اول وجديد بالدينوفو سينثيسز. هياته هون موضح لي
كيف انا عم بصنع من جديد، هي تتصنع كلياته من اول وجديد اللي هو الريبوز فوسفات مع اللي هم البيورين رينج، كلياته صنعته من جديد. وشوفوا كم من انزيم انا احتاجت وكم من طاقه انا استهلكت، فهو كتير. تمام، هلا بحكي لي هذا السلافاج شو اسمه، سلافاج باثوي اللي هي بصير عن طريق اللي هو تو سلافاج انزيم. هلا بحكي لي اول واحد اسمه ادينين فوسفو رايبوزيل ترانسفيريز. هلا بحكي من اسمه هذا الانزيم بروح بياخذ الادينين وبروح بيعمل كليفج للرايبوز 5 فوسفات من البي ار بي بي. اذا بتتذكروا البي ار بي بي هو عباره عن 5 برايم فوسفو رايبوزيل اللي هو 1 بايروفوسفات. تمام، فيعني بيحتوي على رايبوز 5 فوسفات مع اللي هو بايروفوسفات على الكربون رقم 1. تمام، فانا اذا شلت الرايبوز 5 فوسفات راح يضل عندي بس شو اسمه البايروفوسفات راح يطلعوا. تمام، فهلا بروح بيدمج لي هذا الانزيم الادينين مع الرايبوز 5 فوسفات فبكون عندي اللي هو الاي ام بي مباشره بدون اي حاجه لكل الباثوي اللي انا حكيته سابقا. تمام، هاي الادينين وهاي البي ار بي بي رحت ضفتها عن طريق اللي هو الانزيم الادينين فوسفورايبوز الترانسفيريز وطلع عندي اكيد البايروفوسفات والاي ام بي اتكون عندي. هلا الانزيم الثاني اسمه هايبوزنثين جوانين فوسفورايبوزيل ترانسفيريز. هلا بحكي لي نفس الشيء بيصير عندي، الجوانين بيس بيجي وبيتصل مع الريبوز 5 فوسفاتي اللي جاي من البي ار بي بي والجي ام بي تشكل عندي مباشرة. هياتو الجوانين أخذ الرايبوز 5 فوسفات من البي ار بي بي وطلع عندي اللي هي البايرو فوسفات. تمام، كبرودكت، والجوانين اللي هو مع الرايبوز 5 فوسفات كونوا لي الجي ام بي. تمام، عن طريق اللي هو الانزيم الهايبوزانثين اللي هو جوانين فوسفورايبوز الترانسفيريز. طب ماشي، انا فهمت انه الجوانين والفوسفورايبوز الترانسفيريز. طب انا ليش حكيت هايبوزانثين؟ لانه انا ممكن انه اكون الاي ام بي بنفس الطريقه اللي هو الانوسين 5 برايم مونوفوسفات من الهايبوزانثين. تمام، هاي الهايبوزانثين عن طريق نفس الانزيم اللي هو الهايبوزانثين جوانين فوسفورايبوز ترانسفيريز من البي ار بي بي بياخذ اللي هو الريبوز 5 فوسفات وبيتكون عندي اللي هو الانستول مونوفوسفات وبيطلع عندي اللي هو البايروفوسفات كاند برودكت، عفوا الانوسين مونوفوسفات نوت انستول مونوفوسفات. تمام، هلا بحكي لي هذا الانزيم اللي هو الهايبوزانثين اللي هو جوانين فوسفو رايبوز الترانسفيريز ديفيشنسي له ممكن انه يؤدي لسندروم اللي هي اسمها ليش نيهان سندروم اللي هي نتيجه نقص هذاك الانزيم. تمام، هلا بحكي لي هاي السندروم بتكون اكس لينكد وبحكي لي ريسيسيف يعني متنحيه وبتكون وراثيه اللي هو ومتعلقة مع الـ virtually complete deficiency بالهايبوزانثان جوانين اللي هي فوسفورايبوزيل ترانسفيريز هو هذا الانزيم. تمام، فعشان هيك اللي هي راح يصير في عندي inability بالسلافاج هايبوزانثين أو الجوانين، يعني الريسينثيسز للهايبوزانثين والجوانين ما راح يصير في عندي نتيجة النقص بهذا الانزيم. هلا بحكي لي هذا الانزيم deficiency بيؤدي لزيادة مستويات الـ PRPP. ليش؟ لأنه هو أصلا الرياكتنت وراح يؤدي لنقصان الـ IMB والـ GMB يلي هم اللي برودكت. تمام، فراح يؤدي لزيادة الـ de novo purine synthesis أكيد، يعني ما راح تصير في عندي سلافاج، راح يصير في عندي de novo بداله. فبحكي لي هذا بيؤدي لأنه إنتاج زيادة في اليوريك أسيد. ليش؟ لأنه الهايبوزنثين راح يصير في عندي كتير والهايبوزنثين راح يتحول لليوريك أسيد. تمام، وراح كمان يصير في عندي اللي هي نيورولوجيك فيتشرز واللي هي راح يعني متضمنه بالسلف ميوتيليشن يلي هي اصلا التشويه الذاتي والانفولنتري موفمنت يلي هي الحركات اللا اراديه. وهيك بنكون خلصنا محاضره اليوم، يعطيكم الف عافيه.